أهلا بكم. أقدم شاب فلسطيني في العشرينات من عمره على حرق نفسه أمام مقر وزارة المالية في رام الله احتجاجا على عدم صرف مستحقاته المالية وفقا لما قال. وأصيب الشاب وسيم بلال معروف وهو أسير محرر بحروق بالغة الخطورة عقب إشعال النار بنفسه، حيث قال إنه أقدم على فعلته عقب دخول مقر الوزارة وعدم تلقي إجابات حول مطالبه. لم يفلح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في التوصل إلى اتفاق بالعودة إلى طاولة المفاوضات، هذا رغم الحديث عن تقدم جهوده الأخيرة لاستئناف التفاوض. وأنهى كيري اليوم جولته الخامسة منذ توليه مهامه بلقاء مع الرئيس محمود عباس في رام الله، حيث قال إن المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين طلبوا منه العودة إلى المنطقة قريباً. نفذ المعلمون المتجاوز عن دورهم في التوظيف والمفصولون من عملهم في الوظيفة العمومية اعتصاماً أمام مقر وزارة التربية والتعليم برام الله للمطالبة بحقوقهم في العودة لوظائفهم التي أوقفوا عنها بحجة الانتماء السياسي وفقاً لقولهم. وشارك العشرات من هؤلاء في الاعتصام مرددين شعارات تطالب الحكومة بتنفيذ قرار المحكمة العليا بإعادتهم إلى الوظيفة. قال مدير اتحاد لجان العمل الزراعي خالد الهدمي إنه تم قبول فلسطين عضواً كاملاً في أكبر حركة فلاحية في العالم، حركة طريق الفلاحين التي تضم في عضويتها أكثر من 200 مليون مزارع من مختلف أنحاء العالم. وبين الهدمي خلال مؤتمر صحفي عقد بمركز اتحاد العمل الزراعي برام الله أن الحركة تضم 88 دولة و 138 منظمة فلاحية في أفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكيتين، وأن فلسطين هي العضو الوحيد بين الدول العربية المنضمة للحركة. إنه هي أهمية كبيرة لفلسطين، هي أهمية كبيرة لفلسطين والدول العربية، لأنه الدولة الوحيدة العربية التي قبلت في هذه الحركة العالمية هي فلسطين، ونعتز ونفتخر بهذا العضوية، وهذه العضوية هي لفلسطين ولكل العاملين بفلسطين على المستوى القطاع الزراعي من مزارعين وفلاحين ومنظمات جماهيرية تقوم بالعمل لإيصال المزارع لحقوقه. وهذا المؤتمر وهذه الحركة بتضم 88 دولة من أنحاء العالم، من آسيا وأستراليا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والوسطى وأمريكا اللاتينية، وبها 183 عضو منظمة جماهيرية واتحادات فلاحين ومزارعين في أنحاء العالم. بالدرجة الأساسية تقوم هذه الحركة بدعم ومناصرة المزارع خاصة على السيادة على الغذاء، فبالتالي السيادة على الغذاء بمفهومه السياسي والاجتماعي والاقتصادي. انطلقت أمس السبت فعاليات مهرجان تلال الخليل الجنوبية السادس للمقاومة الشعبية في خربة المفجرة في مسافر يطا جنوب الخليل، ويهدف المهرجان إلى تدعيم صمود أهالي تلال الخليل الجنوبية في منطقة مسافر يطا المهددة بالاستيلاء والمصادرة وترسيخ وجودهم في أراضيهم باعتبارهم حجر الأساس في مواجهة عربدة الاحتلال ومستوطنيه. لكن له سنتين في المفجرة، لأن قمنا بحملة عودة البقاء لخربة المفجرة بعد هدم المسجد فيها مرتين، واحنا تواجدنا بها وقمنا فيها مخيم صيفي، فهذا يعني لنا شيء كبير جدا ويهدد الاحتلال، يعني هذا يهم الاحتلال اكثر ما تقاوموا مدفعية. انتهى الموجز. مزيد من الأخبار والتقارير تجدونها على موقع وطن الإلكتروني www.watan.tv. في أمان الله.